وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم في مادة البايو. أتمنى أكون كل خير وكل صحة. Unit 1 Structure and Function in Living Organisms. Chapter 1 Support and Movement in Living Organisms. أخذنا في الفيديو السابق Support in Plants، وما أخذتش غير حاجة واحدة بس اللي هو Physiological Support in Plants. لو أخذنا كده مع بعض النهاردة هناخد إيه؟ هناخد Physiological Support Revision. هنراجع اللي أخذناه مع بعض في صورة أسئلة ونجاوبهم مع بعض. تعالوا بينا نشوف. Physiological Support Revision Number 1. Number 1 Diagram shows a cell. Which type of cell does the diagram show? Animal cell. An animal cell in concentrated solution of salts. An animal cell in pure water. A plant cell in concentrated solution of salts, a plant cell in pure water. الشكل general view بتاعي بيوري ايه؟ يا ترى animal ولا plant cell؟ واضح انها plant cell. اذا اعمل exclusion لمين؟ لل A و B، صح كده؟ طيب دي plant cell، plant cell ده المنظر ده مش normal plant cell، امال ايه؟ abnormal. حصل لها ايه؟ حصل انه كل البروتوبلازم زي ما انت شايف كده حصلوا ديتاتش، انفصل separated from the cell wall from the cell wall. اذا ده لو شاورت من بره زي ما اتفقنا قبل كده cell wall cell wall، صح كده؟ طب ومن جوه هنا cell wall، صح كده؟ طيب من جوه يعني في الحته البيضه دي between two lines cell wall، ده بقى فين السيل ممبرين؟ هل اللاين ده؟ لا ده مش سيل ممبرين. في النورمال سيل اه سيل ممبرين، لكن دي ابنورمال سيل. فين السيل ممبرين؟ السيل ممبرين دي تاتش انفصل. اي لاين من الفايف لاينز دول بتوع الستار شيبد سيل ده يعتبر ايه؟ سيل ممبرين. اي لاين من دول 1 2 3 4 5 ده السيل ممبرين. ده سيل ايه ممبرين؟ يبقى سيل ممبرين ومعاه سيتوبلازم ومعاه كل الاورجانيز ده كده سيتوبلازم ديتاتش فروم سيل وول، يبقى ده اسمها حاله بلازمولايسيس. بلازمولايسيس بلازمولايسيس امتى يبان بلازمولايسيس؟ لما تتحط البلانت سيل في ها في البيكلينج سولت او في كونسنتريتد سوليوشن اوف سولتس. حلو قوي. طيب يبقى ده بلانت سيل اتحطت فين؟ in concentrated solution of salts A، يبقى الانسر C. طب ينفع بيور ووتر؟ طبعا ما ينفعش بيور ووتر، ليها كيسز تانية هنشرحها بعد الاسئله الجايه. تعالوا بينا نشوف المنظر ده، شفناه برضو ادي بلازمولايسيس، شايفين البروتوبلازم كله، البروتوبلازم معناه living part of the cell، اقصد بيه cell membrane، اقصد بيه cytoplasm بما يحتويه من cell content، بما يحتويه من اورجانيلز ميتوكوندريال فاكيول وكلوروبلاست، لو كان عندها كلوروبلاست كل ده بروتوبلازم او بروتو اي بلاست. طيب فين السيل ممبرين؟ ادي السيل ممبرين اهو الحته دي كده، اكبر الرسمه بتاعتي يمكن تكون احسن. اهي ادي السيل ممبرين اهو، السيتوبلازم اللونه بينك ده سيتوبلازم، ودول طبعا كلوروبلاست باينين جدا، وادي نيوكليس وادي سمول فاكيول. ايه اللي حصل؟ هو حصل شرينك كده ليه؟ حصل بلازمولايسيس ليه؟ لان الووتر لوست من السيتوبلازم استلف من الفاكيول، الفاكيول ابتدت يحصل لها شرينك ان سايز، وكمان ابتدى كله يكور نفسه كده ويلملم نفسه وينفصل بالسيل ممبرين عن النون ليفنج سيل وول ممبر. ده حاله البلازمولايسيس. تمام كده؟ طيب تعالوا بينا نشوف كيوكامبر. جميل، حلو قوي الكيوكامبر، لكنه هارد فريش تيشو كده وهارد، في ووتر كونتنت عامله له تيرجيديتي، عامله له فيلنج بريشر، عامله له تيرجر بريشر للسيلز بتاعته، عشان كده هو هارد ماسك نفسه. طب وبعدين؟ قالوا بينا نشوف امتى لوز التيرجيديتي بتاعته؟ لما احطه في سلاين، احطه في سولت سوليوشن، احطه في ميه بملح بخل، اعمل له بيكلينج، اعمل له تخليل، يبان المنظر ده. بيلوز ليه؟ لوز لانه فقد الميه بتاعته. باي ايه؟ باي اوسموسيس. ليه؟ لانه اتحط في هاي كونسنتريتد سوليوشن. هاي كونسنتريتد ايه سوليوشن؟ اللي هي ميه بملح اللي حطيناها في الجار وحطينا السلايسز بتاعت الكيوكمبر عليه. اوكي؟ نشوف مع بعض.
نمبر 2 عندك ديزاين يمثل اوسموس تو يوز تو ديمونستريت اوسموس للاباريتس ده. عندي في الفيديو السابق اخذنا حاجه بديل للسيل ميمبرين اسمها دايالسيس ميمبرين، دايالسيس ميمبرين او فيسكينج تيوب. دايالسيس ميمبرين ده ليه سيمي بريمبل بروبرتي، يعني زيه زي السيل ميمبرين بتاعنا. طيب حطينا ايه في الفيسكينج تيوب؟ اخذنا فيسكينج تيوب عملنا نوتس عقدناها من تحت قفلناها وحطينا سوليوشن فيري كونسنتريتد سوليوشن من السكروز. طب التاني الفيسكينج تيوب التاني حطينا كونسنتريتد بس، هل تفرق فيري من كونسنتريتد بس؟ اه تفرق كتير. ده كونسنتريتد شوجر سوليوشن وده فيري كونسنتريتد. وبعد كده عملنا اميرجن او انسرشن لكابيلاري تيوب في كل فيسكينج تيوب، وخدنا التو ديفايسز دول مربوطين كويس وحطيناهم في سينك في ووتر. ايه اللي حصل؟ ده ووتر بس. لما يقول لك ووتر بس ممكن يبقى تاب ووتر او ديستال ووتر، يعني يا اما لس سوليوتس شويه ايونز تافهين خالص او نو سوليوتس على الاطلاق. فاهم كده؟ طيب ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل في الحقيقه الووتر دايما القاعده بتقول الووتر يمشي من الحته اللي هو كان فيها فري للحته اللي هو فيها مشغول. هنا free يعني high concentration of water، هنا low concentration of water، وهنا low concentration of water. ليه low؟ ليه low؟ ما في مية، ما أصل المية مشغولة بإنها تدوب إيه؟ الصوليد ده، والمية مشغولة إنها تدوب الصوليد ده، صح كده؟ يبقى تنقل الووتر to 1 و 2، يتنقل ل 1 و 2. طيب يا ترى after 1 hour what would happen to the liquid levels in the glass tube؟ ايه اللي يحصل للليكويد ليفل؟ ليفل ان تيوب 1، تيوب 1 ايه اللي حصل للليفل؟ كانوا الاثنين ات ستارتنج ذا سيم بوزيشن، سيم فوليوم او نفس الديستنس، نفس الليفل. طيب بعد 1 اور ايه اللي يحصل؟ يا ترى الليفل ده نمبر 1 انكريس ولا ديكريس؟ واضح انه هو رايسز، صح كده؟ رايسز، يبقى مش فولز ولا فولز، رايسز. الانسر لاما سي ايذر سي اور دي. طيب اعرف ازاي الانسر النهائيه؟ اشوف التست تيوب الثانيه او كابيلاري تيوب الثانيه، ها رايسز ولا مش رايسز؟ رايسز. احنا اتفقنا في الشرح بتاعنا ان هيتنقل الووتر الفري انتو لو كونسنتريت او لو ليفل اوف ووتر، فين؟ في كونسنتريت شوجر سوليوشن، وبرده يتنقل لتيوب 1 لان فيها فيري كونسنتريت سوليوشن. طب السؤال بعد كده، يبقى الانسر هنا رايسز بار. السؤال بعد كده ايه؟ السؤال بعد كده يا ترى تو ويتش ليفل الووتر انكريز؟ لو حبيت اعمل درونج الووتر انكريز لغايه فين؟ ممكن انكريز لغايه هنا. طب هنا برضو نفس الكلام لغايه المسافه دي؟ لا اقل. ليه اقل؟ لان ده كونسنتريتد بس، كونسنتريتد بس، لكن ده فيري كونسنتريتد. يفكرنا بمين الكلام ده؟ يفكرنا بالديزرت بلانت. الديزرت بلانت لما كان ليها فاكيول، الروت هير سيل ليها فاكيول في الديزرت بلانت، عندها فيري هاي كونسنتريتد شوجر سوليوشن او سوليوت اي كونسنتريشن، فتقدر تسحب السكيرس ووتر من السويل اللي هي الديزرت سويل اللي هي عندها رير اوف ووتر. وهنا النورمال بلانت عنده روت هير سيل؟ اه عنده. طب يا ترى الفاكيول فيها سوليس؟ اه فيها. طب السوليس دي الكونسنتريشن بتاعها زي الكونسنتريشن داخل الفاكيولز اوف روت هير سيلز اوف ديزرت بلانت؟ طبعا لا، لكن الاثنين بيشربوا ماء، الاثنين يعملوا ابسوربشن باي اسموسيس، صح. لكن هل لنفس القوه بنفس السترينث؟ طبعا لا. ده جريدينت ديفرنس ما بين الكونسنتريشن هنا وما بين هنا، هاي كونسنتريشن، هاي كونسنتريشن اوف ووتر ديفرنس، هاي كونسنتريشن اوف ووتر ايه ديفرنس. طب هنا هاي لكن مش بنفس الدرجه، اقل، يعني جريدينت اقل، جريدينت ايه اقل، واضحه؟ طيب تعالوا بينا نشوف نمبر 3. The diagram shows an experiment set up to investigate osmosis in living E cells. عندك هنا بوتيتو بيس قطعناها بطريقه معينه وعملنا حفره فيها ومليناها ووتر اكس، او ملينا جزء منها ووتر. بعد كده خدنا البوتيتو بيس حطيناها في سينك او بليت او داش في كونسنتريتد شوجر سوليوشن اللي هو واي. يا ترى what happens to the volumes of water x and the sugar y sugar solution y after 12 hours؟ الفوليوم x يا ترى يحصل له ايه؟ ده هنا ووتر خلاص، لا اما ديستال لا اما تاب ووتر، وهنا كونسنتريتد. الكونسنتريتد يسحب الووتر منين؟ يسحبه من التيشو،
يعملها بلازمولايسيس. طب والتيشو يعوض الكلام ده منين؟ يعوضه من الريسيفوار ده، من المخزن ده، يقوم ساحب الووتر كده. الليفل بتاع الووتر هنا يحصل له ايه؟ رايسز، انكريس، ديكريس، اكيد ديكريس. يبقى الفوليوم اوف ووتر ات اكس ديكريسز. تمام. قبل ما اعمل العلامه دي واختار التشويس ايه، اتاكد من سوليوشن واي. ها الووتر اللي داخل ده راح فين؟ راح في الاخر للكونسنتريتد شوجر سوليوشن. عمل له رايس يعني انكريس ولا ديكريس؟ عمل له انكريس. عمل له ايه؟ انكريس. خدوا بالكم يا اولاد، فوليوم اوف شوجر سوليوشن واي انكريسز لانه سحب الميه. طيب الكونسنتريشن اوف كونسنتريتد شوجر سوليوشن ستيل ذا سيم ولا انكريس ولا ديكريس؟ ميه راحت للكونسنتريتد شوجر سوليوشن. في الحاله دي الكونسنتريشن ديكريس ولا انكريس؟ الكونسنتريشن ديكريس. السويتنينج بتاعه يقل، الحلاوه بتاعته تقل. ليه؟ جاله ميه. دايليوتد، دايليوتد. واضحه؟ في فرق ما بين الفوليوم انكريس لكن الحلاوه درجه السويتنينج بتاعته ديكريس لو سالني فيها. اوكي؟ على فكره كل الاسئله بتبقى فيها الفن ده، مش فيها كلام محفوظ من الكتاب. خلاص انسوا حته الكتاب، وانك هو عطالك ليه اوبن بوك عشان يقول لك دور ومش هتلقى. مخك هو اللي شغال، مخك هو اللي شغال. فانت لو ما كنتش هتشغل مخك، لا الاوبن بوك ملوش لازم، مش هبقى فرحان بالاوبن بوك. بالعكس ده مصيبه، عقبال ما ادور وعقبال ما اقرا وحاجات زي كده، مصيبه سودا. تمام كده؟ فلازم مخي هو اللي شغال. طيب نكمل كده مع بعض. ذا ديجرام، طبعا انتوا قدها ودود. ذا ديجرام شوز اي بلانت سيل، عندي بلانت سيل اهي. What is the appearance of the cell after it has been placed in pure water for 30 minutes? Pure water for 30 minutes. ايه هو البيور ووتر؟ حد يعرف؟ البيور ووتر هو الديستلد ووتر. فين يعني ده؟ نجيبه منين؟ ممكن تجيبه في البيت عندك. لما بنعمل كوكينج للرايس، غطى الحله بيبقى عليه نقط ميه. كوندنسيشن بتاع الووتر فيبر ده على الكاب، على الليد بتاع الكوكينج بان، هو ده الديستلد ووتر. ما فيهوش سوليدز. السوليد موجوده في الرايس اللي انت بتطبخه، موجوده، لكن اللي اتبخر ده بيور، بيور ووتر كوندنس على ايه؟ الكول سيرفيس. حلو قوي. طيب جبنا السل وحطيناها في بيور ووتر يعني نو سوليدز، ايه اللي يحصل؟ الووتر اللي بره فري، يعني هاي كونسنتريشن اوف ووتر. يروح لمين؟ يروح للسل اللي ليها لو كونسنتريشن اوف ووتر. اوكي؟ لو كملنا كده مع بعض ايه اللي يحصل؟ كملنا ايه مع بعض ايه اللي يحصل؟ يا ترى السل يدخل لها ووتر ولا يخرج منها؟ اكيد يدخل لها. هنا ما ينفعش يبقى بلازمولايسيس، دي في حاله losing water، ودي حاله gaining water لانيمال سيل مش بلانت. انيمال سيل، انيمال سيل ما عندهاش سيل وول، عندها سيل ميمبرين فقط، يدخل الووتر من كل حته وبعد كده سوال 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 بيرست. ما تنفعش دي، دي تنطبق على انيمال سيل لما يدخل لها ووتر بيرستنج بعد السوالينج، يبقى ما ينفعش بي او دي. هنا السايز واضح قل عن البدايه، عن الستارت، قل معناه شرينك، معناه لوز. طب احنا بنقول بيور ووتر يدخل، معناه يزود الفوليوم. اذا سي ما تنفعش، يبقى لازم ايه؟ الاي مش هعرفك انها ايه، حتى الرسمه قريبه لبعض، صحيح قريبه، لكن بص الكيرفتشر ده، الحته دي وكيرفتشر ده على الاقل يعني. حتى باي اكسكلوجن هستبعد بي ودي وسي، وهيتبقى لك اللي هي ايه. اوكي؟ ده افتر 30 مينتس، يمكن محتاجه وقت اطول عشان تاخد انكريز في الفوليوم اكتر وترجدد اكتر، ميبي. اوكي؟ نكمل كده مع بعض يا شباب. ادي منظر عندنا لسل، بلانت سل، ونفترض انها بلانت سل، كونسنتريشن 3% و97% ووتر، حطيناها في ديستلد ووتر. المره دي غيرت، مش سوليوشن، ديستلد ووتر. ليه ديستلد؟ لان 0% سوليدز والباقي كله 100% ووتر، فمتوقع الووتر يتنقل من منطقه هاي اللي هي دي لمنطقه لو اللي هي داخل السل، فيحصل ايه؟ يحصل سويلنج زي ما اتفقنا.
اهو المنظر كده. اوكي ودي المنظر الووتر انتري من كل حته من السيل وول والسيل ممبرين، ينفخ السيتوبلازم يعمل سويلنج للفاكيول يعمل ترجيديتي زي ما اتفقنا. تعالوا بينا يا شباب نمبر 5. ناخد نمبر 5 كده. student cuts out 4 pieces of carrot. اشيل بس الشيت ده. اوكي the student cuts out 4 pieces of carrot root of equal size. The pieces are treated as shown in the diagram and then left for 2 hours. After 2 hours, which piece of carrot will be the smallest? خدنا 4 pieces من الكارت. طب حصل تريتمنت ل 2 pieces منهم. بصوا كده معايا boiled وboiled. طب والاثنين دول fresh كويس. يعني في difference في ال 4 beakers. وفي difference ما بين بيكر A وB. هنا sugar solution هنا water. هنا sugar solution هنا water. بيسألني which piece of carrot will be after 2 hours the smallest. مين فيهم هتبقى the smallest one؟ واضح جدا. واضح جدا انها. طيب انا ما اعرفش. تعالوا نفكر. البويلنج عمل ايه للسيل سيرفيس ميمبرين؟ عمل دامج. ولوز السيمي بيرميابيلتي. والاسموسيس يتطلب وجود سيمي بيرميابيل ميمبرين. اذا هنا نو اسموسيس. وهنا نو اسموسيس. ليه؟ ليه نو اسموسيس؟ لان بويلد وبويلد والاسموسيس محتاج بارشلي بيرميبل ميمبرين. البويلنج عمل دامج للبارشلي بيرميبل ميمبرين. طيب وبعدين الفريش كاروت والفريش كاروت مالهم؟ دول لسه ليفنج تيشوز. طيب هنا ووتر وهنا شوجر. يا ترى امتى يبقى كاروت يبقى سمولست؟ كان بيس كده اهوت ليه دايمنشنز ليه فوليوم محدد. حصل دايمنشن امتى؟ لما احط البيس دي فين؟ في concentrated sugar solution. يبقى الانسر C. ليه؟ اتسحب منه الوتر. الوتر out. لكن هنا دي الوتر N. يبقى الانسر C. اوكي okay. طيب ناخد سؤال نمبر 6 اعتقد. نمبر 6 the diagrams show how a cell appears under microscope at the start of the experiment and after it has been placed in dilute solution of salts for 5 minutes. For 5 minutes. Type start of experiment. Which statement explains what happens at start of experiment after placing in dilute solution of salts? واضح هنا هو the difference size. The difference in volume بتاع الفاكيول. السيتوبلازم تقريبا the same أو يمكن greater شوية. والفاكيول واضح إنها increase in size. واضح إن في curvature للسيل إيه؟ للسيل وول. في curvature يعني ابتدى الشيب يتغير. Which statements explain what happens? Dissolved salts enter the cell by diffusion. Dissolved salts leave the cell by diffusion. في الحقيقة مش ده سبب ال change في size. أمال إيه سبب ال change في size increasing the volume increasing the size؟ هو ال entry of water by osmosis. طب entry معناه enter. يبقى هنا water enters the cell by osmosis. زي كده لما اتحطت فين؟ في dilute solution. dilute solution يعني اقل منها يعني solution ده بتاع البيكر اقل من مين؟ اقل من السيل سيتوبلازم concentration. طيب تعالوا بينا نشوف. عندي منظر ده زي diagram number كام؟ number 7. the diagram represents molecules in two solution either side of fully of a fully permeable membrane. ده fully بقى فولي يعني يعدي يمين وشمال ما عندوش كنترول. طيب عندك ادي الفولي بيرميال ميمبرين فولي وعندك الناحيه دي مولكيولز. ايه مولكيولز دي؟ تو تايبس اوف مولكيولز. واحد راوند والثانيه ريكتانجل. راوند سوليوت وريكتانجل ووتر مولكيولز. ده ليفت سايد ده رايت سايد. ده ليفت سايد وده رايت اي سايد. لو بصينا كده ان ويتش دايركشنز ار ذا نت موفمنتس اوف مولكيولز. موفمنت اوف مولكيولز واضح هنا لو بصينا على كي الووتر هنا اكتر من هنا. يبقى الووتر هنا هاي. الووتر هاي صح كده؟ ووتر هاير اكتر من ايه؟ من الرايت سايد. طيب لو بصيت كده على السوليوتس فين السوليوتس؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 صح كده؟ طب هنا واضح اكتر.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ايه ده اكتر؟ معناه ايه؟ معناه هنا السوليد هي الاكتر. السوليد هي ايه؟ سوليد هي الاكتر. اكتر منين؟ اكتر من الليفت سايد. اذا in which directions are the net movement of the molecules؟ السوليد مولكيولز تتحرك من فين لفين؟ اكيد من رايت تو ليفت. اكيد من رايت ايه تو ليفت. فين رايت تو ليفت؟ ادي رايت تو ليفت. هي يبقى الانسر هنا رايت تو ليفت. طب ما هنا برضه رايت تو ليفت، يبقى الانسر يا اما سي يا اما دي. طيب الناحيه الثانيه الووتر با مولكيولز لازم غصب عننا تتحرك من فين لفين؟ ها؟ من ليفت تو رايت. فين ليفت تو رايت؟ اهي ليفت تو رايت. اذا الانسر سي. اوكي؟ الانسر سي. طبعا هنا اهوت ما ننساش نعمل كومبير انه ادي سيمي بيرميال ممبرين، ولو حبينا نقول سوليد بتتحرك تتحرك بالسلكتيف بيرميابيلتي لو كان ليها جيتس وبوابات على المقاس. طيب لما الممبرين ده يفقد لوز بيرميابيلتي بتاعته، لوز البيرميابيلتي بتاعته مش هيعدي، ولا الووتر كمان، ما فيش اوسموسيس وما فيش ديفيوجن. اوكي تعالوا بينا نكمل مع بعض. During osmosis, which molecules move and through which type of membrane? Osmosis, number 8, osmosis. ده بنتكلم على ايه؟ Molecules, which molecules move? Water أكيد، يبقى الووتر لا إما سي لا إما دي. الووتر بس هو اللي بيتحرك by osmosis. طب أمال الأكسجين بيتحرك بإيه؟ By diffusion. By diffusion. حتى البلاد بتاعنا لما ياخد أكسجين من الألفيولاي بياخدها باي ديفيوجن. لما يرجع كربون دايوكسيد للاير انسايد الالفيولاي برضه باي ديفيوجن، يبقى الجاز بتتحرك في الليفنج اورجانيزمز باي ديفيوجن. عشان كده الووتر باي اوسموسيس. طب ويتش تايب اوف ممبرين؟ هل الممبرين اللي احنا محتاجينه فور اوسموسيس يكون بيريمابل ولا بارشل بيريمابل؟ لازم يكون بارشلي بيريمابل، يبقى الانسر سي اللي هو نفس الرسمه والدرونج اللي احنا شفناه، نفس الانيميشن. لازم يكون partially permeable membrane. اوكي؟ بالمنظر ده. هنا المولكيولز في الرايت سايد مشغوله او الووتر مشغول بالمولكيولز اوف سوليدز. مش هي ايه؟ مش هيتحرك، مش هيروح للليفت، هيفضل مكانه. هنا free water، لا هو اللي هيروح له. هو اللي هيتحرك من ايه؟ through partially permeable membrane. طيب نكمل كده مع بعض. لو بصينا كده number 9 which process occurs by osmosis. Plant roots absorbing mineral ions يعني sodium ions, nitrate ions, chloride ions from soil. هل ده osmosis؟ ده molecules of substance، ده particles غير الووتر، يبقى ما ينفعش يبقى osmosis. طيب plant roots absorbing water from the soil، yes، لأن osmosis قاصر على الووتر مولكيولز بس، يبقى الانسر بي. طيب نراجع دول علشان نتعلم. small intestine absorbing fatty acids into blood، اه فعلا، بس هل ده osmosis؟ ده ايه؟ diffusion. ده ايه؟ diffusion او active transport. يبقى بعد ما اعمل digestion للفود ستابس ال small intestine تاخد digested food stuffs اللي هي small وsoluble توديها للblood by diffusion او active transport تدفع ثمنها ATP. هنا the small intestine absorbing glucose by ATP paying. السيل بتدفع ATP يا ولد عشان تدخل الجلوكوز عندها وتوديه للblood. يبقى هنا by active transport ما ينفعش، يبقى osmosis. فهمتوا الفكره؟ طيب ادي الديفيوجن. عملنا كومبير في الفيديو اللي فات ان الديفيوجن يشبه تماما الاوسموسيس لكن يختلف عنه بعض الحاجات. نشوف السيميلارتيز مره ثانيه، انه هنا السيميلارتيز من هاي للو داون كونسنتريشن جريدينت، يبقى اول حاجه من هاي للو داون كونسنتريشن جريدينت، صح كده؟ بس فروس ثلاث حاجات سيميلارتي ما بين الديفيوجن وما بين الاوسموس. داون كونسنتريشن جريدينت يعني من هاي للو، والاثنين بس الاثنين ايه؟ باسف. طب ايه الديفرنسز؟ الاوسموسيس سيل ممبرين از ماست، لازم يكون في سيل ممبرين يعني سيمي بيرميبل، لكن في الديفيوجن مش محتاجين سيل ممبرين. طب لو في سيل ممبرين
في مشكله؟ لا، ممكن يبقى في ديفيوجن زي سمول انتستاين لما عملت ابسوربنج في ليتر سي او عملت ابسوربنج في ليتر دي مثلا، عادي خالص. يعني وجوده مش هو الماست بتاعي، مش هو ضروره. انت تقدر تعمل ديفيوجن في بيكر حطيت فيه دروب اوف انك، هتلاقيه حصل له سبريد، ده ديفيوجن. سموك معدي في الهواء، سميل بتاع الكيك ماشي في الهواء من الكيتشن للاير، صح كده؟ ده كله ديفيوجن، مش محتاج ليفنج بارت اسمه سيل ممبرين. طب لو في سيل ممبرين يقدر يعدي بعض الحاجات، السيل ممبرين تعدي بالديفيوجن؟ اه، زي جاسز زي الكربون دايوكسيد زي الاكسجين يعدوا بسهوله. طيب تعالوا بينا نشوف نمبر 10. ذا ديجرام شوز ذا movement of concentrated sugar solution up glass tube. The glass tube is connected firmly to hollowed a out carrot. عندي two pieces من الكاروت حفرناهم، حطينا ايه الديزاين ده؟ حطينا هنا concentrated sugar solution، هنا نفس concentrated sugar solution، نفس concentration. ونقعنا الكاروت ده فين؟ في two beakers فيهم dilute sugar solution، هنا concentrated وهنا dilute، اللي بره dilute. طيب وحطينا هنا ايه؟ انسرت كابيلر تيوب، جلاس تيوب في كل واحده فيهم. طيب الليفل بتاع الكونسنتريت شوجر سوليوشن كان وصل هنا في البدايه، طب بعد ساعتين ايه اللي حصل؟ حصل انكريسنج زي ما انت شايف كده، وصل ليفل كده. طب هو بيسالني اكيد على سبب الانكريس. Why does the sugar solution in the glass tube rises or rise? Why does؟ قال لك sugar molecules move across the carrot tissue into the glass tube. هل الشوجر هو move across the carrot tissue into the glass tube؟ الشوجر move across the carrot tissue، الشوجر اللي هنا dilute هو اللي عدى هنا ازاي؟ الشوجر ممكن يكون سكروز ما يعديش، ولو كان جلوكوز ممكن يعدي، اه ممكن يعدي، بس يعدي من low concentration ل high concentration ما ينفعش، ما ينفعش. طيب يبقى ما تنفعش الشوجر. طيب والشوجر كمان ما يرفعش الليفل بتاع ايه؟ بتاع كابيلاري تيوب. شوجر مولكيولز موف اكروس كاروت تيشو انتو ذا بيكر، برضه لا، الشوجر مش هو اللي بيتحرك. هنا ووتر مولكيولز موف اكروس ذا كاروت تيشو انتو ذا جلاس تيوب، اه الووتر اللي هنا الفري، ليه فري هنا؟ احنا خدنا رول امبارح ان الووتر بيتحرك من الاريا دايلوتد سوليوشن انتو كونسنتريت سوليوشن. الووتر بيتحرك لو عندك تو سوليوشنز مختلفين في كونسنتريشن، الووتر يتحرك من دايلوت سوليوشن انتو كونسنتريتد وان. فين دايلوت؟ بره، هنا. يبقى هنا هاي ووتر وهنا لو ووتر، يقوم متحرك يقوم رافع الليفل ده زي ما انتوا شفتوا كده، اوكي؟ يرفع الليفل، اتفقنا؟ شوف سؤال بعدي، نمبر 11. Which diagram shows the appearance of plant cell several minutes after it has been placed in concentrated solution of sugar. اي plant tissue يتحط في concentrated solution يحصل له ايه؟ plasmolysis. يحصل له plasmolysis. يعني ايه plasmolysis؟ يعني detach of protoplasm away from cell wall. يسحب نفسه. انهي shapes من الاربعه دول يعبر عن plasmolysis؟ واضح A، واضح B. يبقى ما تنفعش C ولا D. صح كده؟ طيب في ايه؟ ده بلازمولايسيس في بدايته ولا في نهايته؟ واضح انه في بدايته. ليه في بدايته؟ لسه السيل ممبرين بيحصل له ديتاتش هنا، وحته ثانيه ديتاتش، وحته ثالثه، وحته رابعه، اند سو اون. لكن هنا واضح هنا هوت ايه؟ انه الجزء ده، ان الفاكيول بتاعت البلانت سيل اتجزأت اجزاء. البلازمولايسيس ما يعملش كده. او بمعنى اصح، حتى لو كان بلازمولايسيس كله هيتكور ويتشد كله في حته واحده. عشان كده يبقى ما تنفعش ايه؟ ما تنفعش دي. دي ممكن نعبر بيها لا اما كومبليت بلازمولايسيس، لا اما الفاكيول اتقطعت لاجزاء. ده معناها كده. طب هنا البروتوبلازم بدايه البلازمولايسيس، يبقى الانسر ايه؟ الانسر از ايه؟ اوكي؟ طيب. ادي المنظر. كلمة several minutes تأكد لك إن ده مش complete plasmolysis زي الصور اللي فاتت شفناها في complete plasmolysis، لسه partially plasmolysed. يبقى أدي السيل 3% حطيناها في concentrated solution 5% NaCl والباقي water، فالووتر يخرج من داخل السيل 97 higher في concentration عن اللي بره اللي هو 95. طيب
ادي السيل اهي، شايفين بلازمولايسيس كومبليت، حصل كومبليت ديتاتش لكل بروتوبلازم، كومبليت ديتاتش. امتى؟ لما استناها مثلا كان المفروض اسقي بلانت ده من اسبوع، ما تسقاش، يحصل له كده كومبليت بلازمولايسيس. لكن هنا ده لسه في بدايته after several minutes، لسه بداية طريقه في البلازمولايسيس. Number 12, which structures must be present in a cell for osmosis to take place. عشان يحصل osmosis لازم يكون محتاج ايه؟ اولا difference in concentration ما بين ال outside medium وما بين ال inside cytoplasm، صح كده؟ يبقى cytoplasm ضروري يبقى فيه certain concentration، يبقى cytoplasm must. ايه كمان؟ cell surface membrane، صح كده؟ cell surface ايه؟ membrane. يبقى هنا هو انا محتاج cytoplasm ليه certain concentration ومحتاج cell membrane. الدليل على كده ايه؟ السيل membrane مهم في الديفينيشن، مهم لازم يتقال through partial permeable membrane. وكمان لما عملنا كاروت وبويلد احنا قلنا فقد السيمي permeability، صح كده؟ لازم يكون living، لازم يكون alive علشان يبقى فيه osmosis. يبقى osmosis كلمة must هنا وعاملها بالبولد يعني خد بالك must مش أي حاجة. For osmosis to take place محتاج حاجتين، محتاج cell surface membrane ومحتاج cytoplasm دي different concentration عن ال outside medium، يا إما باللو أو بالها مش تفرق معاه أو حتى equal. بص كده محتاجين سيل سيرفس ممبرين ومحتاجين سيتوبلازم زي ده كده في سوليوس دايما، ومحتاجين البلانت سيل دي مثلا تتحط في سويل رشين عليها ميه او كان في ووترنج او رين. هنا هاي كونسنتريشن اوف ووتر وهنا لو كونسنتريشن اوف ووتر، الووتر بيتحرك من الليفت تو رايت. طيب شوف السؤال بعدين، ده كان اخر سؤال. شكرا ليكم يا شباب، أتمنى تكونوا استفدتوا من مراجعة النهاردة البسيطة. في مراجعات تانية كتيرة بس ناخد step by step. Good luck وربنا معاكم. سلام يا شباب، باي باي.